بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. يتجدد اللقاء دائما مع كرة اليد المصرية. النبادي بقى الأهلي وما بالك بالأهلي، بطولة الأندية الأبطال الكؤوس التي تقام في صالة النادي الأهلي بين الأهلي وكرتاج الكونغولي. يمكن اللقاء النهاردة لا بديل عن الفوز، إن شاء الله نتمناها فوز للنادي الأهلي اللي سريعا كده بتمثله في حراسة المرمى مي علي 22، غادة حساب 16، إسراء سيد 55، إلهام أو نصرة 10، ضاع حلم 11، دينا شريف 8، سارة حسام 17، سارة الخولي 19، شيماء عماد 99، مي هشام 13، يارا خالد 3، ياسمين محمد 98، ياسمين وحيد 88، دينا خالد 6، ياسمين الناصر صلاح الدين 9، شاهد الشواربي 44. يدير اللقاء من خارج الخطوط كابتن تحية حسني بيسا مدير فني، كابتن زياس صلاح مدرب عام، كابتن سميرة جمعة خطة أحمال، كابتن صلاح إبراهيم مدرب حراس مرمى، محمد فهم إداري، محمد درويش علاج طبيعي. في الصورة على طول فرقة هرتاج الكونغولي اللي هتقابلنا النهاردة، ونتمنى إن شاء الله يكون الفوز من نصيب النادي الأهلي. زي ما جالنا كده الأسامي، بلنتا رقم 1، نتاسا رقم 2، ماتولا رقم 3، فيريزيدا رقم 4، كانيسيا رقم 5، 8 مابولا، 9 مبايا، 10 يابا، 11 ماتولنا، 12 ديانا. يمكن الاسماء كده طبعا حضراتكم عارفين الاسامي الافريقيه، لكن ابتدى اللقاء سريعا كده والهجمه الاولى لهرتاج وبتحاول تشوط وتصويبه وهدف. أول أهداف اللقاء سريع جدا عن طريق رقم 2، ارتقاء عالي وتصويب وهدف أول لهرتاج. إن شاء الله نتمناها مصرية بإذن الله أهلوية. يلا يا أولاد إن شاء الله كده الهجمة الأولى للنادي الأهلي. على طول نصرة تحاول تعدي وتركن كده ناحية اليمين عند سارة شعبان اللي بتغير مركزها. ساره هي بتستلم وهي بتجري بتحاول تشوط تصويبه حلوه، والله العارضه، معلش يا ساره معلش، لكن يعني الهجمه الاولى كنا نستنى عليها شويه كده، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ادي اهو على طول ساره بتخش، ساره شعبان بتخش وبتحاول تصوب، لكن العارضه وتلمها الدفاع هرتاج. على طول هجمه هرتاج رقم 2 زي ما قلنا لحضراتكم، نتاسة التصويبه الثانيه وهدف ثاني للاسف. ادي هرتاج اهي، بص حضراتكم بقى الارتقاء العالي، والله ده عدت كويس قوي من رقم 8 وقدرت تسجل، قدرت تسجل. هجمه اهلاويه مصريه على طول ناصره تعدي. ادي الدقيقه الاولى مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. 2 والله هنا اتحسب التفاعل، 1-0 اتحسب الهدف، 2 حسب، الحمد لله. وعلى طول هجمه هرتاج، هجمه هرتاج الحمد لله لحد الهدف ما اتحسبش. على طول الكره بتتلعب رقم 2 نتاج، حاول تعدي وتصويبه للاسف الشديد، للاسف هدف. معلش يا اولاد، يلا يلا نحاول ان شاء الله نخش في المباراه، ونحاول ان احنا ان شاء الله نقابلهم من بره شويه، نحاول ان احنا ان شاء الله نقابلهم من بره شويه عشان التصويبات بتاعت رقم 2 دي. على طول الكره بتتلعب، نصره تعدي كورتها طلع عند مي هشام اللي تحاول اسراء كده وهي بتجري، تستلم وهي بتجري. اسراء كان عندها التصويب كويس، لكن المهاره بتاعت اسراء اكتر في الاختراقات. تاني الكوره بتتلعب، اسراء سيد صانع العاب دلوقتي، هات وخد، تلعب كوره عند نصره، تطلع من على الدايره من على الجناح كويس قوي رقم 13 مي هشام لاسراء تاني لنصره. يلا يا نصر، يلا يا نصر عدي كملي، تاخد فاول رميه حره، تطلع على طول رقم 98 تلعب كورتها يا ياسمين محمد، لك تاني بتحاول نصره، طلع لاسراء، فاول ورميه حره، فاول ورميه حره من بره 9 امتار وانذار. على طول نصره تستلم، ادي نصره لو كانت لف السنه كمان كان فيها رميه جزائيه. على طول الكره بتتلعب، تحاول تعدي اسراء، كان ترجع تاني اختراق. حلوه 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 للصوت، حلوه 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 للصوت، والله تصويبه ولا اروع ولا اجمل من كده. هدف اول يرجعنا يا جماعه، هدف اول يرجعنا، الهدف الاول للنادي الاهلي. وعلى طول الكره بتتلعب من بره، 2-1 في الصوره قدام حضراتكم اهو،
تاني هرتاش بتبدا من الخط الخلفي، تمريرات بعرض الملعب رقم 2 دي ان شاء الله نطلع لها بره شويه عشان ما تستلمش، لكن لسه الكوره تلعب من الجناح لكن تتقطع وان شاء الله يلمها. يلا يا اولاد لسه الكوره تاني، الكوره لسه هات وخد من بره، تمريرات بعرض الملعب عن طريق النباشة تاني تستلم وعدار الحمد لله اتقطعت. يلا يا اولاد على مهلكم بقى، على مهلكم من جروش الملعب على مهلكم على طول تطلع الكوره ناصرة، ادي في الصوره اهي دينا شريف هي اللي قطعت الكوره وتحاول تعدي تنزل الجناح لكن في فاول رمي حره الاسراء. شوطه دعاء حلمي فكرتنا يعني بالتصويبات وبعيده المدى، لسه الكوره تحاول تعدي نصر وتصويبه والله دعاء حلو حلو ولا مين الله عليكي والله كانت اسراء سيد هتجيب هدف تاني لكن لسه المباراه ما بنتش قوي. هتقول الكره بتتلعب للنادي الاهلي، ادي الكره اهي يعني دي واخدها جوه الدايره يعني عايز ايه اكتر من كده، ده دقيقتين مع ليكوف. تاني نصر بتحاول تعدي وتصوب لكن في ايه اتحسبت عليها فاول عكسي. طب الهجمه يرتاج على مهلها خالص، عادي نص ملعب نادي الاهلي، تطلع عندنا باشا رقم 2 تنزل في النص كده عند رقم 10 يوبا، هات وخد معانا باشا، تحاول كده مع يوبا قصان العاب هرتاج وفي صفاره كده يعني بيقول لهم مفيش ماسك من الفانيلات، ما اعتقدش ان حد ماسك حد من الفانيلا، لكن لسه الهجمه مع هرتاج وبيقول يلعب من مكانها، لعبت على طول الباشا اللي هرتاج حاول تعدي تصويبه خارج الملعب الحمد لله الحمد لله خارج الملعب على طول نقلت الكوره هجمه مصريه. يلا اسراء عدي كملي يا اسراء يلا على الدايره حلوه لدعاء حلمي، هات وخد طلع لنصرة، يلا يا اولاد عدي كمان كمان كملي، اقف على كورتها تاني وتستلم ضاع حلمي ليه اسراء سيد تطلع لنصرة، تعدي لاسراء تنزل للجناح تجيبها كويس تحاول تعدي لكن فاول رمي حره من بره التسع امتار اتلعبت على طول كان سارة الخول، اسراء سيد على طول طلع نصرة، اسراء هات وخد مع ضاع حلمي تاني اسراء لنصر تيجي من ورا تحاول تستلم تصويبه تيجي في الدفاع تيجي في الدفاع وتتقلب اللاعب لام يا سريع جدا وهي والجول مفيش حد، فاست بريك سريع جدا فاست بريك سريع جدا، شوف حارس المرمى لعبها منين والثانيه لوحدها وايه هي والجول مفيش حل ملهاش حل ملهاش حل 3-1 معلش يا اولاد يلا خش في المباراه واحده واحده كده ان شاء الله ونحاول نجاريهم بس ما نطولش ما نخلوهمش يجروا علينا. تاني اسراء هات وخد ضاع حلمي باسراء والله استلمت نصره بقى في 4-2 على الدايره عندنا، تاني ضاع حلمي بيحاول تعدي تصويبه يلا يا دعاء يلا يا دعاء وحارس المرمى بيطلع فين بره لينا يا جماعه، واتلعبت على طول سريعه لازم تقف وتلعب من مكانها، لو استلمت ني هشام كانت عدت ترجع تاني الكورة عند ياسمين محمد عشان تلعب على طول لإسراء، عدي تكمل تحاول تعدي بتاخد فاول فايه دقيقتين الله يلا بقى نقص العدد ده ان شاء الله يكون لمصلحتنا، نقص العدد ده ان شاء الله يكون لمصلحتنا. ادي إسراء اهي قلت لحضراتكم عندها مهارة الاختراق كويس قوي، تاني 4-2 على الدايرة نصرة هتطلع لدعاء حلمي يلا دعاء تصويبه كنت تيجي في الدفاع ترجع تاني النصرة اللي بتطلع هات وخد نصرة ليه الله على الخولي الله عليكي والله لو كان عد السنه كمان كان هدف اكيد. مي هشام مي هشام رقم 13 يعني لو عد بجسمها مره سنه صغيره تيجي والجول، مش عايزين نديهم فرصه ان هم يعلوا علينا على طول. الكابتن ياسر طلع دفاع 5-1 هيقابل بقى رقم 2 اللي قلت لحضراتكم عليها من شويه صعب التصويبات، كنت ترجع تاني الكوره حاول تعدي وتكمل كوره في العارضه لكن هنا رميه جزائيه رميه جزائيه رغم نقص العدد الفرقه ما شاء الله يعني عاليه بدنيا جدا اهو تعدي عدت بدنيا عاليه جدا
يعني الافارقه كلهم ما شاء الله في البدني صعب قوي يتجريوا، فاحنا مهاريا احسن منهم يا اولاد ان شاء الله نكون معاهم ند بالمهاره بتاعتنا. رميه جزائيه، نشوف مين اللي رايح تلعب الكوره. تحاول كده وتسجل الهدف الرابع، وتسجل الهدف الرابع. أربعة واحد لارتاش، وتاني الكورة تتلعب عند دعاء حلمي، طالع من عند الجناح لكن ترجع تاني لإسراء لنصرة. نصرة هتكمل ولا إيه؟ لكن ترجع تاني، لكن فيه صفار، فيه صفار حاسب إيه؟ حاسب دقيقتين ورمية جزائية بقى يا راجل. أه رمية جزائية على رقم اتنين، الحمد لله. نستريح بقى شويه من رقم اتنين. ادي اسراء اهو عملت اختراق كويس قوي زي ما قلت لحضراتكم، وقدرت ان هي تاخد رميه جزائيه ومعاها دقيقتين. يلا يا نصره، يلا يا نصره، ان شاء الله هدف. يلا يا نصره، يلا يا نصره، وتسجل الحمد لله، وتسجل هدف الحمد لله. الهدف الثاني للنادي الاهلي، الهدف الثاني للنادي الاهلي. ان شاء الله نخش في المباراه، هم عندهم كده نقص عدد وعندهم رقم اتنين خرجت بره، ان شاء الله يكون كابتن ياسر فطن من الحته دي وان شاء الله يقدر يلعب على الموضوع ده. على طول الكره بتتلعب، رميات تحاول تعدي كده ويطلع بقى مباراه تسال قابل. ابتدينا نلعب فعلا 5-1 وقدرنا نشيل الكوره ان شاء الله. يلا يا اولاد، يلا يا اولاد، يلا يا اولاد، نقص العدد، نكمل. اسراء عدت حلوه قوي، كملي، عدت، كمل كمل كمل، هدف الحمد لله الحمد لله الحمد لله. على طول ساره الخولي بتعدي كويس قوي، ساره الخولي كملت حلو قوي اهي، لفت دراعها وعلى طول شقت نفسها بسرعه والاداء العالي لساره. ساره الخولي بتخش وتسجل الهدف الثاني ان شاء الله يا اولاد. يلا لسه هم برضو ناقصين واحد، نقدر ان احنا ان شاء الله نخطف الكره دي ونخش في التعادل معاهم. تاني الكره بتتلعب، تحاول تعدي هرتاش من ناحيه النص كده لكن فاول رميه حره، مش عايزين هم، مش عايزينهم يستهلكوا الوقت، مش عايزينهم يستهلكوا الوقت، عايزين نقطع اي حاجه منهم. وهو بنلعب دفاع 5-1، برافو. والكره وقعت لكن تلمها تاني، حاول تصعد على الدايره. يلا ولاد كورتك، لكن لسه الكوره ما هرتاش. نبي تحاول تشوط، تعالى نزل على الدارك لمقطوعه من دفاع النادي الاهلي لكن تلمها تاني وداخله بين اتنين. ايه يعني؟ الحمد لله ان هي بره التسع امتار اهو، الحمد لله ان هي بره دي، لو سن على السته كان زماننا فيها دقيقتين. اهو الراجل ما استناش، الراجل ما استناش دقيقتين على 13 مي هشام. ان شاء الله نعوض غيابك يا مي. على طول الكره بتتلعب، ارتاش تاني، تقدر ان هي تعدي لكن في هنا فاول عكس الرقم ما حسبش حاجه. كنت ترجع تاني الكره للجناح، حاول اعدي والتصويبه على خارج الملعب الحمد لله. على مهلكوا يا اولاد بقى، على مهلكوا، هم كده كملوا عننا. نصره امسك الملعب، اسراء يلا على طول، ضاع حلمي، دعاء هات وخد مع الخولي، ساره الخولي، ترجع تاني عند نصره. نصره نزلت 99 شيماء عماد الدين، شيماء لإسراء، لدعاء حلمي، لسارة الخولي، تمريرات بعرض الملعب، عدي كمبيلي، خدي فاول، خدي دقيقتين، لكن للأسف اتحسبت علينا وتبقى الهجمة المرتدة سريعة جدا. تحاول تعدي هي والجول وتسجل، تنجح تنجح في التسجيل. هجمة سريعة جدا، بيلعبوا فاست بريك سريع جدا، وعندهم ما شاء الله اتنين بيجروا بطريقه وادي مهاريا عاليه عاليه عاليه. عملت خداع وعدت هي والجول لوحدها، وخمسه ثلاثه، خمسه ثلاثه. يلا يا اهلي، اسراء لنصره، هننزل على الدايره 4-2 ولا ايه؟ تطلع لدعاء حلمي، لاسراء تاني لدعاء حلمي، لنصره، لاسراء، لنصره، لدعاء حلمي، عدي يا نصره، عدي يا دعاء او شوطه تاني. نصر بتحاول تعدي لدعاء، تستلم دعاء، تحاول تخش كده مقفول عليها زاوية التصويب، لكن ترجع تاني لنصر. اتخطفت الكورة، بقت هجمة النادي هرتاج وسريعة جدا. بص هي والجول مفيش حد معاها، سريعة جدا سريعة جدا، الرجوع جري جدا، بس الحمد لله اعتقد ان هي لسه على الخط، اعتقد ان هي الهدف ما اتحسبش يا جماعة، الراجل كان بيشاور على الخط.
اهي دايس على الخط صح كده. الله عليك. يلا يا اهلي، يلا يا اهلي. اكتمل الاهلي. اسراء لدعاء حلمي، لاسراء سيد. تاني الكره بترجع عند نصره، تعدي الكوره وتطلع عند مي الشام في نصره لاسراء لدعاء حلمي. تمرير كويس قوي وجري من غير كوره حلو، تمرير واستلام كويس كتير يتعب الفرقه اللي قدامنا، وعلى طول على الدايره بتحاول تستلم ياسمين محمد، لكن الكرة حلوة يا اسراء، عدي. رمية جزائية، رمية جزائية. والله ممكن يا جماعة، والله ممكن يا جماعة، لو الاختراقات بتاعت اسراء وتصويبات دعاء حلمي اعتقد ممكن يبقى لنا كلام، ممكن جدا لو دخلنا بيهم جوه الست امتار ناخد رميات جزاء زي ما احنا عايزين. ان شاء الله باذن الله يومنا. وتغيير كده في حارس المرمى، نزلت رقم واحد بلانتا والمواجهة مع نصرة. يلا يا نصرة ان شاء الله الهدف الرابع، وتسجل نصرة الهدف الرابع، وتسجل نصرة الهدف الرابع. 5-4 عشان يقلل السكور. يلا يا اولاد، يلا يا اهلي. 5-4 ان شاء الله نعدي اللقاء ده على خير. طبعا مجموعة الاهلي مش عايز اقول مجموعه ناريه، لكن مجموعه جامده طبعا. وادي تصويبه كده من الخارج، خارج الملعب رميه مرمى. مش عايزين نجريهم في السرعه يا اولاد، مش قدهم سرعتهم وبدنيا هم اعلى. على طول هجمه اهلاويه. اسراء طلع لدعاء حلمي، هات وخد. اسراء تاني لنصره، تطلع كويس قوي من على الجناح وتلعب مي الشام. وحلوه يا اسراء الاختراق. قلت والله يا جماعه، قلت والله يا جماعه، ان شاء الله ان شاء الله باذن الله مكسبنا عن طريق الاختراقات، عن طريق التصويبات اللي من بره. ادي اسراء اهي بتخترق وتخش، وايه رميه جزئيه، ويا ريت يكون معاها دقيقتين يبقى من عند ربنا. يلا يا نصره حاولي تغيري معاها بقى عشان ما تقفصكيش. يلا نصره هدف التعادل باذن الله، والهدف التعادل، والتعادل الحمد لله. التعادل اهو جه ان شاء الله باذن الله يومنا. يلا يا اولاد، يلا يا اهلاويه، فرحوا الجمهور المصري وفرحونا كلنا. 5-5 ارتاش تحاول بقى، نزلت رقم 2 تاني نتاشا. ان شاء الله حد يطلع لها من بره كده يمنعها من التصويب وتمريرات بعرض الملعب. هات وخد كتير قوي، احنا مش عايزين اكتر من كده منهم، مش عايزين يصوبوا، مش عايزينهم يخشوا عندنا. هنحاول نقطع الكره دي، نحاول نطلع الكره دي على مهلك، على مهلك، مفيش حد غير على مهلك. اقف خد راحتك، ايوه بالراحه، استنى بس، اهدي بقى الملعب، هدي الملعب، هدي الملعب خالص. يلا يا اولاد، دينا شريف تنزل دعاء وتطلع دينا، على طول الكره بتتلعب على مهلك. يا اسراء، اسراء سايق كصانع العاب، تطلع على طول نصره، وتطلع من الجناح حلو قوي وتستلم مي هشام. دي اسراء بدأوا يطلعوا على اسراء بره اهو، مش عايزينها تعمل اختراقات، لكن احنا عندنا نصره تصويب، وعندنا دعاء حلم تصويب، وعندنا صار الخولي بالصواب كويس. لا عندنا برضو ناس كويسه، لو حتى طلعنا على اسراء في البديل بتاعها. ان شاء الله باذن الله ماتشنا يا اولاد. يلا على طول الكرة بتتلعب لإسراء، تحاول تطلع وتعدي وتكمل عن طريق سارة الخولي لنصرة. يلا يا نصرة عدي وكملي لإسراء، كملي يا إسراء كملي. إنه بدأت تاخد فاول، والله المفروض تدفع من جوه 6 متر، بس أنا مش هنعلق على التحكيم. أهو دعاء كملي لإسراء أهي، وأدي الدفاع من جوه 6 متر واضح واضح واضح، لكن مش هنعلق على التحكيم. أعتقد كده إن في تايم أوت على طول طلبه كابتن ياسر صلاح، اكيد بقى هيكلمهم، هيزود من اختراقات، يا اما هيعمل تحجيز لاسراء عشان تخش. وادي النتيجه 5-5 في الصوره قدام حضراتكم، اكيد هيعمل تحجيز لاسراء كتير على اساس ان هي بتعدي بجسمها كويس، او اذا كان في تصويبات من بره عن طريق دعاء حلمي او ساره الخولي. اعتقد ان الاثنين دول ممكن يكون برضو في حاله لو حد طلع على اسراء يكونوا هم البديل بتاعها، مع نصر اللي بتتحرك كويس قوي برجليها. ان شاء الله يكون التايم اوت اللي طلبه
كابتن ياسر صلاح يكون في الدواء لينا باذن الله، ونقدر ان احنا نعدي باذن الله بهدف او اثنين على الاقل نبدا نلعب مستريحين. انتهى الوقت المستقطع، ننزل ملعب المباراه ونشوف ونتابع مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، بطوله افريقيا ابطال الكؤوس للسيدات والرجال. طبعا احنا بننقل السيدات دلوقتي، الاهلي وارتاج. يلا يا اولاد، يلا دعاء، يلا دعاء، يلا دعاء، كملي كملي يا دعاء، خدي خشي من جوه وكملي. الفرقه من جوه صعب ان انت لو كملت خلاص بيستسلموا لجوه على طول. الكره بتتلعب، يلا اسراء لدعاء، تحاول تعدي الصعوبات من بره. الله عليك يا دعاء، بس ننشن بقى كمان كويس، نظبط الايد كويس. هجمه الفرتاش على طول، تطلع رقم 13 مبوته على مهلها خالص، بتدور على رقم 2 نتاشا اكيد، اهو بتديه على طول الكوره، هاته خد من الخط الخلفي، بتحاول تستلم كنتان لسه، تمرير واستلام كتير قوي، اوعى تخليها تشوط، اوعى تخليها تشوط. في فاول ورمية حرة، فاول ورمية حرة. يلا يا اولاد نقطع الكرة دي، حاول تعدي بجسمها، خدوا منها عكسي، لسه في فاول تاني. وفي ايه؟ ادى دقيقتين، ادى دقيقتين، يعني احنا مش عايزين نقص العدد، اعتقد رقم 8 هي اللي خارجة. دينا شريف، دينا كانت بتنفع جامد في الدفاع، لكن يلا يا اولاد معلش نعوضها. تمريرات بعرض الملعب، لو هم قدروا يستمروا شويه كده من غير ما يسجلوا اهداف ان شاء الله هيبقى المباراه لينا. كوره لسه فاول، حتى الان مفيش اشاره اللعب السلبي ولا ايه، لكن لسه الكوره بتتلعب من بره 6 9 امتار. حاول تعدي التصويبه، لكن تيجي في دفاع الاهلي ترجع تاني، الراجل افتكر ان في اشاره لعب سلبي، رفع ايديه. لسه تاني التمريرات من بره، وبتنزل الجناح، حاسبي عليها، حاسبي عشان ما تديكيش دقيقتين وتسجل الهدف الساتك. دخلت من الجناح كويس قوي اهي، عدت ودخلت، قدرت ايه تسجل الهدف الساتك. يلا يا اولاد على مهلكم، انتوا ناقصين العدد. تمريرات من بره لاسراء، دعاء حلمي هات وخد، هيبداوا يلعبوا هم 5-1 في الدفاع ولا ايه؟ يعني رجعوا تاني، تاني بتحاول تعدي، كملي، تاخد فاول ساره الخولي، تهرب لها ناصره شويه، ناصره هات وخد، غيرت مركزها مع اسراء سعيد، ترجع تاني لدعاء حلمي. دعاء لو ثابت بقى في الجناح هناك كان ممكن، لكن السكه فضيت. تاني دعاء لاسراء، تحاول تعدي اسراء الخول، لكن في فاول ورميه حره، ولا كان دعاء حلمي. تاني اسراء، كملي يا اسراء، الله عليكي، الله عليكي، تسلم ايديكي يا اسراء، الله عليكي، تسلم ايديكي. الهدف الساتت، ادي الاختراقات، ادي التصويبات، ادي الاهداف، الله عليكي يا اسراء، الله عليكي. 6-6. يلا يا اولاد عايزين نعلي صوتنا، عايزين نفرح، فرحونا. تاني الهجمه كملنا، والتاني الكره بتعدي من الجناح، صعب قوي، لكن هنا اعتقد في صفاره، متهيألي في صفاره، صح كده؟ برافو برافو. والهجمه اهلاويه، يلا يا اولاد احنا بقى نزيد، احنا بقى اللي نعلن نبادي. هتقول الكره دعاء حلمي، دعاء لاسراء سعيد، جنبها نصره تديلها. تاني التمريرات من بره 6 امتار، هيبدا يطلع على اسراء، مين يستلم، مين يعمل لها تحجيز، عدت على طول لدعاء. الله، يلا يا دعاء نشني بقى في الجون، صوابي في الجون يا دعاء، وادي الفاست بريك اللي احنا مش عايزينه، الحمد لله طلع على الفاضي. يلم الاهلي، شوف بص الكره، والله المفروض فيها دقيقتين، المفروض دقيقتين، لا ما فيهاش كلام بقى، تعمل ايه يا راجل؟ يا راجل انت معطله هجمه، برضه مش هنعلق على التحكيم. ادي الكرة، بصوا حضراتكم يعني الصورة واضحة، معطلة هجمة. تاني الهجمة أهلاوية، إسراء سعيد، تطلع على طول لنصرة، لإسراء في الجناح، وتعدي إيه؟ وتسجل، الحمد لله، وتسجل أهي، سارة بتسجل أهي، بصوا إسراء عملت إيه؟ الكرة على طول من الجناح، استلم السارة الخولي، وبتسجل الهدف.
وعلى طول بيردوا علينا بهدف هم كمان 7-7، لكن احنا اللي عايزين نبقى احنا الاعلى. تاني الكره بتتقطع وبتحاول تكمل، اتنين بيقابلوها من بره، اتنين بيقابلوها على طول من بره على مهلك، يلا وكملي وعلى الدايره بتسقط، لكن في فاول ما تحسبش. تعال اللي بعمل الهجمه سريعه جدا فاست بريك وهم والجون، والحمد لله الحمد لله الحمد لله. بصوا حضراتكم ثلاثه هم مع بعض، لكن ايه بقى عندنا حارس مرمى بيقول انا موجود في الملعب. اعتقد ان دي مي علي. يلا يا اولاد 98 تطلع تستلم من بره، ياسمين محمد ترجع تاني لاسراء سيد، اسراء تحاول تعدي دعاء حلمي. يلا الله عليك يا نصرة، الله عليك يا نصرة. ادي الاختراقات يا جماعه، بصوا اسراء بتعمل ايه، بتدي النصرة بين اتنين، تعدي نصرة مفيش حد يقدر يوقفها. ادي الاختراقات، لازم نلعب على الاختراقات دي، ما شاء الله علينا. يلا يا اولاد يلا يا اولاد 8-7، يبدا صوتنا يعلى ان شاء الله باذن الله الهجمه دي تنتهي على خير ونزود اهدافنا. يلا يا اولاد هجمه الهرتاج على طول، صانع الالعاب رقم 10 نيابه، هاتوا خد من الخط الخلفي، تستقبل كده رقم 2، لكن الحمد لله الكره تقع يلموها تاني، ياخدوا فاول رقم 2 نتاشا. لسه التمريرات، اوعى التصويبه بتسقط على الدايره، الحمد لله. حسب ايه رميه جزائيه؟ معلش حسب رميه جزائيه، حسب رميه جزائيه، معلش. والله كانت غاده هتقدر تصيلها، لكن هو حسب رميه جزائيه. الدقيقه 22 و10 ثواني حتى الان، والهجمه والحمد لله يا غاده، الله عليك يا غاده، الله عليك. والباست بريك السريع، يلا يا اولاد كملي يا دعاء كملي. حسبت ايه؟ للاسف حسبها رمي الجانب، اتحسبت ان هي طلعت بره، الكره طلعت بره. وحسب ايه؟ ده حسب من جوه ليه؟ لا تعليق، ماشي. المهم ان احنا الحمد لله حتى الان 8-7. يلا يا اولاد نحاول نقطع برضو الكره دي اهو، يعني انا مش عارف في ايه، واحسبها ايه، الدبل دريبل ولا احسبها ايه؟ وتاني الهجمه وبره على مهلك خالص، على مهلك يا غاده، على طول الكوره لنصره، نصره اسراء لدعاء، هات وخد لاسراء تاني لدعاء على الجناح، حلوه يلا لسه. الله الله عليك يا نصره، الله عليكم يا اولاد، الله عليكم، تسلم ايديكم. ايه الحلاوه دي؟ الصوت لازم يعلى، ايه الجمال ده؟ هجمة والكرة بتتلعب لعبة من على قبل هوا، وبتخش نصرة تعمل الدواء وتسجل هدف، الهدف التاسع. يلا يا اولاد يلا يا اولاد فرحونا، الهدف التاسع، الله عليكم الله عليكم يا اهلاوية. يلا يا اولاد الليلة اللي نبقوا ان شاء الله باذن الله. تاني الهجمة الهرتاش، سيبها من على الجناح، لكن الحمد لله تضيع. والهجمه المرتده السريعه فين؟ مين اللي جري؟ اقفي على كورتك واستني، اقفي واستني. الله احسبها ايه؟ احسبها رميه مرمى، احسبها احسبها رميه مرمى، معلش يا اولاد تتعوض. وتاني الهجمه الهرتاج اللي بيحاول يخلص الكره وتنجح ان هي تسجل هدف الثامن، مش عايزين نجاريهم في السرعه، قلنا مش عايزين نجاريهم في السرعه، هم سريعا سرعة، مش عايزين نجاري السرعه بتاعتهم، نلعب على قد المباراة، نخلص احنا من بره، نعمل اختراقاتنا تصويباتنا ماشي، لكن ما نجريهمش في السرعة. يلا يا اولاد اسراء سعيد لضاع حلم، هات وخد، نصرة مستنية تستلم، طلع على طول الجناح مي هشام لنصرة تاني، هات وخد، يلا يا اسراء عدي يا اسراء، تاخد فاول رمي حر، طولي زمن الهجمة زي ما انت عايزة. خدت دقيقتين معاها، الحمد لله في نقص عدد، نقدر ان شاء الله، والله ان شاء الله نقدر بشوية تركيز نقدر. يلا يا اولاد اسراء دعاء حلمي، اسراء سيد، نصرة، خط الخلف بتاعنا حدث ولا حرج. يلا تاني دعاء حلمي، هات وخد مع نصرة، 4-2 على الدايرة، تطلع اسراء تكمل تاني دعاء، التصويبة لكن فين بقى؟ جت في العرض، ها
والله جت كانت ممكن، لكن للاسف جت في الدفاع. يلا يا اولاد معلش ارتاج، والمرتده السريعه ربنا يستر تعدي. الحمد لله غاده حسام، غاده حسام يا جماعه، غاده حسام على طول بتشيل، غاده حسام بتشيل على طول. اهو ادي الكره اهي، وادي غاده واقفه ايه وحش في الملعب. يلا يا اولاد في تايم اوت بيطلبوا المدير الفني. ليه ارتاج؟ ان شاء الله باذن الله يتكلم بقى يا كابتن ياسر صلاح معاهم. وادي النتيجه اهي قدام حضراتكم 9-8 اهلاويه. كابتن ياسر صلاح اكيد هيتكلم بقى، اذا كانوا هنلعب 4-2 يبقى في تحجيز على الدايره لحد من التصويب من بره، او اذا كان في اختراقات هيبقى عن طريق اسراء، او الناحيه الثانيه عن طريق صار الخول لما بتخش وتكمل. اعتقد ان ده الكلام ممكن يتقال، لكن مين احنا بقى؟ احنا ما نقدرش نفتي في حاجه، الملعب هو اللي هيقول. مع بعضينا مشاهدينا الكرام، مشاهدي النادي الاهلي في كل مكان، هنروح ملعب المباراه ونتابع ونشوف ونوصف. ادي اسراء، ادي التصويبات، ادي الاختراقات. عندنا نجوم كتير، عندنا لعيبه ان شاء الله يقفوا على رجليهم كويس قوي، يقدروا. هم ابطال الدوري العام المصري، هم ابطال كاس مصر، هم ابطال منطقه القاهره. اعتقد ان هو عندهم الدفعه ان شاء الله يسيبوا اسم ليهم في بطوله افريقيا باذن الله. انتهى الوقت المستقطع، نرجع لنصاله النادي الاهلي ونشوف بقى كده ايه اللي اتقال في الملعب. على طول الكوره مع هرتاج، تمريرات من الخط الخلفي، رقم 2 نتاشا ترجع لرقم 10 صانع الالعاب يوبيلا، لكن هات وخد مع نتاشا. يوبيلا هات وخد تاني، خط الخلفي بيتحرك كويس ليرتاج، مش عايزينها تستلم. نطلع نقابلهم من بره يا اولاد، تاني التصويبه وهدف. قلت نطلع نقابلهم من بره يا اولاد، تاني التصويبه والهدف التاسع. اهو بتطلع ارتقاء عالي وبتستلم وهي بتجري، عندها مهاره كويسه التصويب. ان شاء الله نتغلب عليها باذن الله. يلا يا اسراء. ليه؟ على طول نصره لاسراء لدعاء، هات وخد من الخط الخلفي. نبدا بقى ننفذ حاجه، اسراء تسلم لدعاء، تنزل هي 4-2 على الدايره، تستلم وتطلع الكره الصاروخ اللي بتحط تعدي، تاخد فيها والرميه حره. ترجع على طول لاسراء تاني لنصره، تستلم وهي بتجري كويس قوي. مي الشام، لكن ترجع تاني النصرة. ليه؟ اسراء سيد هتحاول تعدي وتكمل وتكمل. يا حظك، معلش معلش، وقف الكوره، وقف الملعب يا راجل، بتعمل ايه؟ في لعيبه واقفه على الارض. لسه الكوره مع هرتاج، لسه الهجمه مع هرتاج. يعني انا المفروض كان الملعب وقف، كان المفروض الملعب وقف، لكن الحمد لله الهجمه انتهت على خير، على مهلك خالص. خد وقتك، خد وقتك يا نصره، براحتك خالص، على مهلك، على مهلك يا اولاد. على طول دعاء حلمي، ان شاء الله تكون اسراء سيد كويسه وتكمل. نزلت 99 شيماء عماد الدين، يلا يا شيماء لنصره، تطلع على طول لمي الشام، وتسليم والسلام كويس قوي. مباراه 9 امتار توصل للخولي، تعدي كان ترجع تاني لشيماء لنصره. التصويبه فين؟ على الدايره، حلو هدف، حلو هدف، النهايه جميله. الراجل حسب ايه؟ ده حسب، ما حسبهوش. لا انا هقول ايه؟ ده الصوره واضحه يا جماعه، يعني واخده على الدايره اهي وبعيد مش على الخط. ما تحسبش الهدف. 9-9، 9-9، احنا كده بنلعب، يعني مش عايزين نلعب، مش عايز اقول نلعب على الحكام. لكن لسه الكوره مع هرتاج، تحاول تعدي في شرط اللعب السلبي والتصويبه، لكن على طول تشيلها غاده، والهجمه المرتده الاهلاويه تكمل على طول على الدايره، كره طويله عدت. يلا دعاء، ويلا يلا دعاء، معلش معلش يا دعاء، معلش معلش، شيلها حارس المرمى. ادي دعاء حلمي طلعت كوره مي هشام، وتصويبه وتشيلها حارس المرمى. تاني الهجمه يرتاش، نحاسب على رقم 2 ده، نحاسب عليها نباشا، مش عايزينها تعدي بينا، مش عايزين تاخد مننا دقيقتين. التحضين يا جماعه صعب قوي عليها، صعب قوي، فرق الاجسام باينه. لكن ترجع الهجمه
يرتاش تاني، هتحاول تصوب وفعلا تنجح، لكن الحمد لله غدا حسام تمنع ولسه الهجمه ما عرتاش ومفيش اشاره لعب سلبي ولا ايه مش عارف. لسه الهجمه ما عرتاش طولت قوي وبتحاول تعدي لكن مخطوفه من دفاع النادي الاهلي، كنت تاخدها تاني على الدايره لوحدها، كنت ترجع تاني في العارضه تحاول تاني تستلم. انا مش عارف في ايه في الملعب، يعني اكتر من كوره بتاعتنا والحكام ما بيصفروش، لكن برضه مش هنعلق على التحكيم. ادي الكوره اهي بتشيلها غادة حسام والتصويبه هتحاول من بره لكن الحمد لله تقطعها دفاع الاهلي نصرة، والتصويبه من بره والحمد لله خارج الملعب، والفاست بريك سريع والجول فاضي. الله عليكي الله عليكي يا غادة، الله عليكي يا غادة، الله عليكي يا غادة. بص الكوره، الكوره اتلعبت في الجول، في الجول الفاضي، في الجول الفاضي. الله عليك يا غادة، الله عليك، تسلم ايديكي. 10-9 يلا يا اولاد فرحونا، معلي صوتنا، مش مهم صوتنا يروح، المهم المباراة تيجي. انتهى الشوط الاول مشاهدينا الكرام بفوز ولا اعلى ولا احلى من كده. 10-9 10-9 للنادي الاهلي. مشاهدينا الكرام اشكركم على حسن المشاهدة والمتابعة، كان معكم معلقكم الرياضي مجدي حطب، الى ان القاكم في الشوط الثاني تقبلوا تحياتي. أبطال الكرة الطائرة رجال ببطولة كأس مصر، إحنا ملوك الصلاة. طبعا الاهلي في كل مكان، الاهلي هو الاهلي، 10 الاهلي 9 ارتاش، وفي انتظار البدايه وعلى التنفيذ رقم 98 ياسمين، ياسمين محمد على طول الكره بتتلعب باسراء، تطلع لدعاء حلمي. يلا دعاء عايزين بقى تصويباتك اللي اتفرجنا عليها امبارح على طول. ياسمين ليه اسراء ليه دعاء، حاول تاني اسرع تعدي وتكمل وبسرعه تعدي لكن مقطوعه وفاول رميه حره. خلي بالك اسرع هيطلعوا عليك كويس، تعدي دعاء وتحاول تكمل وتطلع الكره لنصر. حلوه التصويبه الاولى، يلا يا نصر فرحينا. الهدف 11، قلنا الهجمه الاولى ان شاء الله مهمه جدا، الهجمه الاولى ان شاء الله مهمه جدا، وعلى طول الهدف 11. يلا يا اولاد عاوزين نزيد الفرق الثلاثه كمان او اثنين كمان عشان ما يقدروش ان هم يعلوا علينا. والهجمه اللي ارتاش عن طريق رقم 13 مانيلا، وهات وخد من الخط الخلفي، تحاول كده تصوب لكن الدفاع يقابلها من بره. تاني الهجمه بتنزل للجناح، كان ترجع تاني مانيلا اللي بتحاول تعدي برجليها وتكمل، كان ترجع تاني في الجناح وسيبيها، سيبيها خالص ولا تيجي جنبها، سيبيها يا جماعه. رمي يا جزائر، رمي يا جزائر، لسه في البدايه ورمي يا جزائر. اهو عدت، يا الله ما كانت ممكن تعمل بقى حاجه، لكن معلش معلش يا اولاد معلش. رمي يا جزائر معلش، مش هنقدر نتكلم. ونازله على طول رقم اعتقد دي 14 روبي، وتصوبوا الحمد لله، لكن ترجع تاني، ترجع تاني وتسجل، ترجع تاني اهي ده رقم 10 روسي، رقم 10 اهي، لكن بترجع لها تاني وتلاقيها في ايديها وتسجل. الهجمه اهلاويه على طول بقى تطلع ساره الخولي، تحاول تعدي لكن ترجع تاني، الكوره
عندي نصرة لإسراء، كملها إسراء لدعاء، إسراء الخولي استلم، كانت طلعت بره تبقى رامي الجانب ليه هرتاش، لعب على طول سريعة، يعدوا بسرعة هم، تقف الكورة عند 13 لديمة، وهات وخد من الخط الخلفي، تحاول تعدي لكن الدايرة بتسقط الحمد لله بره، اتلعبت كرة سريعة للنادي الأهلي وهي والجول. يلا يا أولاد، يلا يا أولاد، يلا يا أولاد، أكدي أكدي على الكورة على مهلك خالص، وأكدي على الكورة على مهلك، وأكدي على الكورة، بتضيع الكورة والله من مي هشام، من الصعب جدا إن هي مي تضيع حاجة زي دي، لكن معلش يا مي، معلش يا مي، إن شاء الله تتعوض. الهجمة تاني ارتاش، الخط الخلفي بيتحرك لكن نقطع إن شاء الله، نقطع منهم الكوره ونحاول نلعب تاني، هو التصويب لكن بتطلع بكوره بتستنى وبتنزل، تاخد فاول رميه حره على مالك خالص بيها، فاول ليرتاش تاني، تطلع تلعب من بره تاني الباك اليمين اللي بتحاول تعدي لكن توقف عليها تستنى، هو التصويبات لكن في العرض الحمد لله في الدفاع، وتلمها يلا يا ولاد لميها اسبق ولميها، معلش يا سارة، لكن على طول تاخدها، القوة البدنية بتاعتهم جامدة جدا، بتحاول تعدي تاني وتنزل للجناح وتخش وتسجل، لكن الحمد لله الحمد لله دست على الخط وما اتحسبش، دست على الخط وما اتحسبش، على مهلكوا يا اولاد، ما نقدرش نجريهم، يلا يا اسراء على مهلك، عدي يا اسراء، عدي يا اسراء كملي، عدي يا اسراء كملي، تاخد فاول اسراء سعيد، ادي اسراء هي لو كملت بس السنه صغيره كان هم هنا يعني فهموا الليله ان شاء الله باذن الله تعدي. تاني الكوره بتتلعب، ضاع حلمي هات وخد مع نصره، تطلع كويس قوي من على الدايره لكن ترجع تاني اسراء ولا نصره، في فاول برميه حره، تلعب الكوره على طول ياسمين محمد لاسراء سيد لنصره لاسراء، ضاع حلمي في الباك اليمين هات وخد مع نصره ودعاء ليه نصرة تاني، ترجع من على الدايره كويس قوي وتستلم من الجناح ياسمين، كان في فاول ورميه حره، فاول ورميه حره اهلاويه على مهلكوا يا اولاد، الشوط التاني ما يتعوضش، شيماء عماد بتلعب لكن تطلع تاني الكوره لاسراء، استلم اسراء واقف على كورتك، رايح حلم لاسراء لنصره لاسراء تاني في الجناح عند الخولي، وتعدي حلوه 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 بتعدي والله، لسه بقول حلوه حلوه حلوه، ساره الخولي بصوا بقى اسراء عملت ايه، ادت لساره الخولي عدي كويس قوي، وفي البعيده وهاتيها من جوه، في البعيده وهاتيها من جوه، ما ينفعش، يلا يا اولاد يلا يا اولاد، عايزين هدفين كمان، عايزين هدفين كمان عشان نلعب براحتنا مستريحين، نلعب في الدفاع هو 5-1، بدا يلعب كابتن ياسر على الباك اليمين وبتعدي كويس قوي الحمد لله، في ايه؟ حسب رامي يا جزائي، حسب رامي يا جزائي، والله غدا حسام عامله شغل عالي، غدا حسام شعبان عامله شغل عالي، بص الكوره ادي الانفراده اهي واستضيتها مفيش حاجه، ايه ده رامي يا جزائي، يلا يا غدا ان شاء الله تصد الكوره دي، نزلت اعتقد مي، يلا ها يا مسهل للاسف، معلش يا اولاد معلش 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 يا مي، ايه الهدف ال11، يلا دعاء لنصره لاسراء، اسراء هتكمل وتعدي لكن حارس المرمى ما قالش فيها حاجه، الراجل ما قالش فيها حاجه، حاسبه من الكره دي، حاسبه من الكره دي، وهدف التعادل، لسه بقول حاسبه من الكره دي، السريعه بتاعتهم صعبه قوي، الكره المرتده بتاعتهم سهله، بيلعبوا في اسهل ما يمكن على المرتده. 12 12 ان شاء الله احنا نملك الملعب. دعاء بتطلع الكره لساره الخولي. بتحاول تعدي ساره لكن في فاول رميه حره. فاول اهلاوي. تلعب لنصره لكن الحكم بيقول من مكانها. يرجع الكره الثاني عند ياسمين محمد لاسراء. معلش يا اسراء خلي بالك. انت بقى رامي الجانب ليه؟ ارتاش
على مهلها خالص، بتعدي تنزل كده كصانع العاب في الهجوم، اعتقد رقم 4 اول مره نشوفها. فيزا ترجع تاني عند 13 مين اللي فيزا تاني مين اللي هتاخد من الخط الخلفي، تحاول تطلع عند الباك اليمين اللي صعب قوي في تمريراته والتصويبه، لكن الحمد لله. الله عليك يا غاده، الله عليك يا غاده، الله عليك يا غاده. ان شاء الله بايه اللي حضرتك بقول لكم ان شاء الله باذن الله ماتشين يا اولاد، ان شاء الله ماتشين يا اولاد. يلا يا دعاء بقى حلمي ساره الخولي، يلا يا اولاد على مهلكم مالكوش دعوه بحد. يلا اسراء ليه ساره الخولي توصل تاني عند دعاء حلمي لنصره، كمل يا نصره، هدف هدف جميل. الله عليك يا نصره، تسلم ايديكي تسلم ايديك يا بنتي. ادي الكوره ايه بتعدي وتصوب وتسجل الهدف ال 13 13 12. عايزين احنا باستمرار نبقى اعلى منهم يا جماعه، اوعى الكوره دي، نحاول نعدي من بره، نحاول نستلم منهم من بره، نقطع ما ندهمش فرصه للتصويب او الاختراقات بتاعتهم. اوعى رقم 12 2 والتصويبه، اوعى الباك اليمين، اوعى الباك اليمين يا جماعه. واضح قوي الارتقاء العالي اهي والتصويبه، ده الشمال صعب صعب صعب. الهدف 13 اسراء لنصره لدعاء حلمي، لنصره تغيير في المراكز اللاعبين، تاني دعاء حاول تاخد فاول، الحكم بيقول العابي انا مش عارف على اساس ايه. نصره طلع لاسراء، اسراء سيد داري عدى اسراء يا راجل، يدي بقى فاول، فاول رمية حرة لازم اسراء تكمل عن كده، لازم اسراء تكمل عن كده، و اتحسبت على طول الكورة هدف بس احنا ما شفناهوش طبعا. ادي الكورة ايه دعاء حلمي، وادي الهدف الجميل، الهدف ال 14 14 13 لسه الهجمة مع هرتاج، تمرير من الخط الخلفي، استلام كتير قوي، نحاول نعدي نقطع الكرة دي وتكمل بالكورة، وفي ايه حسابها فاول، رمية حرة، رمية حرة لارتاج اهو، الحمد لله ان هو ما حسبش من جوه. لسه الهجمة لارتاج على طول كده، بتحاول على الباك اليمين هتعدلها لكن ترجع تاني، حاول تعدي وبرضه الباك اليمين بتحاول تخش، تقابلها من بره، برافو، تقابلها من بره، برافو. وراجل حط ايده جنبه، يعني مفيش اشاره لعب سلبي ولا ايه مش عارف. من مكانها من النص، يعني الحكم عمال يشاور، انا مش عارف في ايه. تاني الهجمه، ما تدي عكس على طول للاهلي، لسه الهجمه ليرتاش وتحاول تعدي من جوه، كان في فاول ورميه حره، اسراء وهو بتقول ما جتش جنبها، حاولوا ياخدوا هم رميات جزائيه. تاني الكوره مع هرتاج، مش عارف الحكم بصراحه، يعني اخيرا فكر انه رفع ايديه، اخيرا فكر انه يرفع ايديه لعب سلبي، انا مش عارف في ايه. لكن احنا مش عايزين نعلق على التحكيم يا جماعه، معلش خلينا في الملعب وان شاء الله اولادنا يكسبوا باذن الله. ده ادى دقيقتين على نصره، انا شايف في دقيقتين على النصر مش عارف ليه يا جماعه، مش معقوله اخطاء التحكيم ده، مش معقوله فعلا. يعني احنا هم اللي بيخلونا نتكلم. تاني الهجمه ليرتاج، بتحاول تعدي وتخش وتسجل، تنجح في التسجيل، يمكن الهدف تيجي سريع جدا اهو، اهو هدف، هدف سريع، الهدف ال 14 خلال نقص العدد عندنا، ان شاء الله يكون دفع علينا. نزلت ياسمين الناصر صلاح الدين رقم 9، اول ظهور لياسمين على طول، دعاء حلمي لياسمين اللي بتحاول تعدي، اسراء دعاء حلمي حلو، يلا من الجناح وتكمل وتكمل، والهدف حلو 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 والله والله. يارا خارج، يارا 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 بتخش وتسجل من الجناح، ان شاء الله باذن الله يا اولاد. يلا يلا يا اولاد، وخلال ناقص العدد بنسجل،
الحمد لله. وادي النتيجة قدام حضراتكم على طول اهي 15-14. يمكن الوقت ما شفناهوش بسرعة، لكن لسه الهجمة. ليه؟ وادي الفاول العكسي يا عم، انت لسه فاكر ان في فاول عكسي للراجل؟ لكن الحمد لله اهو يحسب، بدأ يحسب. يا مسهل يا رب، المهم ما يحسبش علينا حاجة. هجمة أهلاوية على طول، سارة الخولي طلع الكورة عند ياسمين الناصر صلاح الدين، دعاء لإسراء لياسمين، كملي كملي وخشي، ورمية جزائية، كملي وخشي يا ياسمين، ياسمين الناصر صلاح الدين بنت اسكندرية. يلا يا أولاد، يلا يا أولاد، والنبي هنكسب بإذن الله، هنكسب بإذن الله. الاختراقات، الفرقة دي مع الاختراقات واضح جدا ان هي بترجع لورا في الدفاع، فبالتالي بيبقى في دفاع من الداخل. لازم نتكلم في النقطة دي. اسيب بقى لمحللينا في استديو ملك الصلاة بيتكلموا براحتهم. والهجمة اهلاوية، والهدف اهلاوي، والهدف اهلاوي، اهلاوي اهلاوي اهلاوي. سارة الخولي رقم 19 بتخش وتسجل هدف 16. عايزين هدف كمان، عايزين نعلى كمان. اوعي الكرة، اوعي الكرة، وتسجل هدف 15. معلش يا اولاد، معلش معلش. ادي الكرة باك اليمين، ده صعب قوي، صعب قوي، بتلعب الكرة بايدها الشمال في اي حتة، في اي مكان. والله مكتوب علينا الباك اليمين ولا ايه؟ مش عارف، امبارح والنهارده. تاني الهجمة اهلاوية، دعاء حلمي لإسراء سيد، على طول تطلع 4-2 على الدايره، تسليم واستلام كويس قوي. تمنى نصره نزلت، وهذه التصويبه رمي الجانب، رمي الجانب على مهلك يا اسراء، ولا ساره، والله ساره الخوده على مهلك. ادي الدعاء بتصوب اهي، وعلى طول الهجمه، دعاء حلمي ليه ساره الخولي، طلع كورتها، خد فاولك براحتك، خد فاولك، اعمل اللي انت عايزاه، المهم الكوره ما تتردش علينا. ادي ساره الخول اهي، واقفه نصره جنبها، والتاني التصويبه، لكن هنا بقول رميه مرمى. مش عايزين نخلص الكوره بسرعه يا اولاد. وادي برضو رقم 2 بتكمل وتخش وتاخد رميه جزائيه، ومعاها دقيقتين على نصره تاني، على نصره تاني، ربنا يستر. تاني مره على نصره، يعني معنى كده الثالثه يا نصره. خلي بالك بقى، خلي بالك بقى، الراجل صعب عليه ان الكرة بره، حسب رميه جزائيه. يلا يا اولاد، ان شاء الله الكره دي تيجي يا مي ولا غاده. يلا يلا يا غاده، معلش 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 معلش. 16-16 اهو، يعني والله كانت ممكن، والله كانت ممكن غاده تجيبها، غاده شعبان كانت ممكن، لكن معلش. يلا يا اولاد، ياسمين الناصر صلاح الدين في النص على طول، ضاع حلمي في باك اليمين، اسراء سايد في الشمال. يلا يا اسراء، عدي كملي ياسمين لدعاء، تاني ساره الخولي. بصوا واقفين بقى بيتحركوا ازاي، هما لازم حد يجري ويفوت مكان. يلا يا اسراء، يلا يا اسراء، يا راجل ده فيها دقيقتين، ده سبق اصرار وتنصب، ده فيها دقيقتين، مش رميه جزائيه بس. ايوه كده، برافو يا اسراء، برافو يا اسراء. عدت عدت واخدها من دراعها، والله المفروض احمر، والله المفروض احمر، لكن يلا معلش معلش معلش. الدقيقة 14 من زمن الشوط الثاني، و16 16. يلا يا اولاد، يلا يا اولاد، ان شاء الله هدف يا سارة، يا سارة ويا عيني. معلش في العارضة، في العارضة، معلش في العارضة، سارة الخولي في العارضة، في العارضة. نلم الكرة، اقطعي اقطعي وقفي، والعب الكورة على طول. يلا يلا يا اولاد، يلا يا اسراء، يلا يا اسراء، يلا يا اسراء، يلا يا اسراء، هدف 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 هدف. يلا يا اسراء والهدف ال 17، الهدف ال 17. يلا يا اسراء والهدف ال 17. قلنا ان شاء الله باذن الله يومنا، باذن الله يومنا يا اولاد، باذن الله يومنا يا اهلاوية. يلا الفرحة ان شاء الله تكمل النهارده. على طول الهجمة ليه ارتاج، تمريرات من الخط الخلفي، تحاول تعدي، هتحاول تكمل، لكن يلا ادفع، نقطع نقطع فاول ورمي حر. معلش ياسر صلاح، واضح الصوره عليه، واضح التحكيم عليه يا جماعه، لكن يلا معلش. تاني
هو ده افريقيا، تحاول تكمل وتخش وحسب رمية جزائية، حسب رمية جزائية. الراجل صعبان علينا ان احنا نبقى فايزين، انا مش عارف في ايه. ادي رمية جزائية، هي يعني هي مكملة لوحديها. معلش ان شاء الله باذن الله نصد الكرة دي. يلا يا غادة، يلا يا غادة، يلا يا غادة، يلا يا غادة، الله عليكي، الله عليكي يا غادة، والهدف باذن الله جاي. يلا يا اولاد، يلا يا اسرع، عدي عدي يا اسرع، عدي، كمل يا ساره الخوري، كمل معاها، وايه التصويبه والراجل ولا حاجه، راجل واخده ايديها ولا حاجه. معلش معلش معلش، قدرنا، معلش قدرنا. يلا يا اولاد نحاول نقطع تاني، نحاول نقطع منها الكرة تاني. ارتاش، مش عايزين الجون ده يجي. نوقف الكرة الباك اليمين ده شوية. كابتن ياسر الصراحة على طول بيسقف لهم، مبسوط طبعا، أداء عالي، أداء مميز النهاردة. والله عليك يا مي، الله عليك يا مي، والله لو في نجم المباراة ادهولك يا بنتي، والله أديك كلكم نجوم النهاردة، النهاردة نجوم. على طول ناصرة تطلع كورتها وعلى الدايرة تحاول تقف تاني. ياسمين وناصر صلاح الدين لدعاء حلمي، دي ناصرة، ناصرة اللي دخلت اهي، ناصرة، اسراء صلاح، اسراء سيد لناصرة تاني، هتخد مع دعاء حلمي لناصرة، لاسراء، تمرات من الخط الخلفي، استلام من على الدايرة، تقطع كويس قوي، مين يكمل؟ يلا يا دعاء، تدي لاسراء على الدايرة، استلم الأول، استلم الأول، معلش معلش، اوعى المرتدة، اوعى المرتدة، وقفي وقفي، بس خلي بالك من الدقيقتين، تالت عليك يا ناصر، خلي بالك على مهلكوا بقى. معلش، يبدا الدفاع المنظم من النادي الاهلي، نحاول نقطع قبل من بره، قبل من بره، في ايه؟ تايم اوت. المدير الفني ليه ليه ارتاج طلب تايم اوت؟ ان شاء الله باذن الله كابتن ياسر صلاح يقدر يلم اوراقه، يقدر يقابل من بره رقم اتنين ديا اللي هي الباك اليمين. نحاول ان احنا برضو في الهجوم يبقى في زياده عدديه على الدايره، يبقى في تحجيز، يبقى في تصويب من الجناب. ان شاء الله باذن الله النهارده يومنا، النهارده باذن الله يومنا. ان شاء الله كابتن ياسر صلاح يقدر يظبط شويه وعلى مهلهم خالص، وشايف النهارده ان شاء الله باذن الله في توفيق للاعبتنا، سواء سارة الخولي، سواء إسراء، سواء شيماء، الكل بصراحة نجوم، حتى غادة حسام النهاردة، يعني الصدات، البلنتات والانفرادات. انتهى الوقت المستقطع، ننزل ملعب المباراة ونتابع ونشوف ايه اللي هيحصل في لقاء الأهلي بطل مصر وارتاج الكونغولي. معلش مشاهدينا، مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، الانفعالات طبعا شوية، كان ده قدرنا، هو ده الأهلوية والبطولة أهلوية. الكرة، الكرة بتتلعب، والهدف التعادل، 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 17-17 على الدايرة، كويس قوي، ما نقدرش نتكلم فيها، فضت مساحة لنفسها، سجلت الهدف 17. إسراء لنصرة لدعاء حلمي، إسراء لدعاء، هاتوا خد مع إسراء، تاني نصرة، إسراء تحاول تعدي، تكمل لنصر، عدي، كملت، حسب إيه؟ حسب عكس، حسب عكس علينا، حسب عكس علينا. نحاول نقطع الهجمة دي يا أولاد، نحاول ما نخليهمش يسجلوا. الله، في إيه؟ دقيقتين؟ أنا مش عارف بصراحة، مش عايز أعلق على التحكيم يا جماعة، اعذروني. رقم 44 عندنا شاهد الشواربي، تاخد دقيقتين، أنا مش عارف ليه. يلا معلش، وادي الهجمة لارتاج، حاول تعدي تاني خط الخلف، كملي، سجلي للأسف، معلش اهي، عدت وكملت وسجلت هدف. ان شاء الله نعوضه، ان شاء الله نعوض الهدف ده يا اولاد. يلا ان شاء الله، لسه بدري. ادي الصورة 18 دقيقة 20 ثانية، لسه بدري، لسه 12 دقيقة كاملين، إلا 12 ثانية، إن شاء الله نقدر،
دعاء حلمي على طول في النص، شيماء صلاح، شيماء عماد الدين، تاني الكرة بتتنقل لدعاء حلمي بتحاول تعدي، يمكن ترجع تاني لإسراء، إسراء لدعاء حلمي، كملي يا إسراء، كملي يا دعاء، كملي، كملي وخش، كملي يا بنت، تاني لسه إسراء طلع الكرة عند شيماء عماد، يمكن مقطوعة في فاول لينا، وهنا ما اعرفش بقى، بصوا اشاره اللعب السلبي، يعني الراجل مش عارف هو يعني مش عايز اتكلم هقول ايه، بس صوره باينه وواضحه، هي اشاره اللعب السلبي لينا احنا بس، وادي التصويبه، يا حظك يا حظك يا دعاء، معلش يا حظك يا دعاء، في العارضه يلمها دفاع ارتاش، يحاول يلعب بسرعه ويكمل يعمل اختراق من على الجناح ويخش ويسجل للاسف، يخش ويسجل للاسف. هنا كابتن ياسر صلاح اعتقد هيطلب طاهم قوي، اهو ادي الكوره اهي وبتخش وبتسجل، مش عايزين الفرق يوصل، مش عايزين الفرق يزيد. تاني الهجمه دعاء حلمي على طول، الكوره يسار الخولي دعاء ل 99 شيماء عماد، تاني الدعاء يسار الخولي، ساره لدعاء على الدايره مقطوعة فيها رمية حرة، خدها شيماء عماد لإسراء لدعاء، تاني تنزل ياسمين محمد، دعاء لسارة الخولي، دعاء حلمي عدي، يلا كملي يا نصرة، كملي يا نصرة، تاخد فيها النصرة رمية حرة على طول تلعبها، رقم 98 ياسمين محمد، وترجع الكرة تاني عند سارة الخولي، سارة لدعاء حلمي، هتعدي هتعدي وتكمل، تدي النصرة حاول تعمل اختراق، ترجع تاني دعاء، وعلى طول إشارة اللعب السلبي. الراجل دراعه مرفوع معانا احنا بس. تاني الهجمة إسراء تحاول تشوط عشان تيجي في العارضة وتقف وتستنى تلم كورتها، هتلعب على مهلها طبعا، رقم اتنين اللي قلنا عليها عايزين نوقفها من بره إليكس، تاني تمريرات من الخط الخلفي في هرتاج، هات وخد، لازم نقابل الباك اليمين يا جماعه من بره، تحاول تعدي وفي اختراق في ايه، في سباره فاول، رميه حره، رميه حره من بره التسع امتار، اتلعبت على طول، مستنيه هنا التصويبه من بره ولا هتعمل ايه، لكن بتلف دراعها كويس قوي، بتاخد فاول. شفنا بقى بقالنا قد ايه شغالين دلوقتي، مفيش اشاره لعب سلبي، مفيش اي حاجه ولا كانه موجود، اشاره اللعب السلبي بترفع بس للمصريين للاهلي. تاني الهجمه لسه اهو، فكر فكر لما راح تجيب جون بيرفع اشاره اللعب السلبي، الهدف ال20 لما جاب الجون بيرفع اشاره اللعب السلبي. كابتن ياسر هنا لازم يطلب تايم اوت، لازم يتكلم مع الفرقه. دعاء حلمي لنصره، لدعاء لنصره، لدعاء نزل ساره الخولي، ساره بتحاول تعدي، كان لسه الهجمه اهلاويه، تطلع من على الدايره تلعب تاني ليه دعاء حلمي اللي بتحاول تكمل، بتعمل كده استلام وهي بتجري النصر، لكن تاخد فاول، والله دي كانت ياسمين النصر صلاح الدين لنصره بالشوط، وسجل هدف، وبتسجل هدف ال 18، بتسجل هدف ال 18 النصر اهو، عدت، بصوا بقى كميه الناس اللي موجوده، ثلاث لاعبات موجودين وبرده بتسجل الحمد لله، هدف ال 18، قربنا يا اولاد، يلا نقطع الهجمه دي، نمنع الهجمه دي، نمنع رقم اتنين من التسجيل. تاني لسه استلم، تحاول تعدي تصويبه من الثبات، كان بيجي في الدفاع الاهلي، تاني استلم رقم اتنين تحاول تعدي، اوقع التصويبه، اوقع التصويبه، الفاول ورميه حره، رميه حره ليرتاج على مهلها طبعا، فرق اتنين وهي حاسه بقوه الاهلي، تاني رقم اتنين مقطوعه،
يلا يا اولاد، يلا يا اولاد، فاصل بريك. مين يكمل؟ اسراء على مالك. اسراء اكدي اكدي الهدف يا اسراء، اكدي الهدف يا اسراء. برافو 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 برافو. قلت والله لو قطعنا منهم ممكن نسجل، ممكن نسجل الهدف 19. ان شاء الله نقطع الهجمه دي ونتعادل ويبقى لنا حسابات تانية. ان شاء الله نقطع الهجمه دي، نمنع الهجمه دي ان شاء الله. تاني هرتاج، خط الخلفي بيتحرك كويس قوي خصوصا الباك اليمين. كان تاني حاول سقط على الدايره، بتاخد في هاول. الدقيقه ال 24 يعني 6 دقائق تفصيلنا عن نهايه اللقاء، والهجمه لسه الارتاج. فين شرط اللعب السلبي؟ مفيش، يحسبها لما يصوب، لما تخش تسجل هدف اهو، لما تسجل هدف يحسب. ادي الكوره اهي بقى لها 5 دقايق بتشوط وبتلعب وبتستلم على الدايره وهي جوه وبتسجل هدف وبيتحسب. يعني هي جوه الدايره وبتستلم، والكابتن ياسر صلاح طلب تايم اوت. كابتن بيسا بتتكلم معاهم اهي، ان شاء الله باذن الله يقدروا يلموا الفرقه. وادي النتيجه قدام حضراتكم 19-21. ان شاء الله نقدر نلم الفرقه وان شاء الله نقدر نسجل. ان شاء الله باذن الله الهدفين مش كتير. ان شاء الله باذن الله الهجمه دي مهمه جدا يا اولاد، الهجمه دي مهمه جدا. نشوف بقى كده كابتن ياسر صلاح قال لهم ايه. يا ترى يعتمد على الاختراقات تاني زي ما عمل الشوط الاول، ولا في راي تاني؟ هجمه اهلاويه، ناصر على التنفيذ. ناصره جنبيها دعاء حلمي، لازم الحكم يستخلص الصفر. خطوره لعبه الكوره، دعاء بتكمل وتصوت حلوه والعارضه. يا عيني، معلش معلش يا اولاد، العارضه العارضه بتمنع هدف اكيد، العارضه بتمنع هدف اكيد. كانت قطعه كويس قوي وداخله والعارضه، معلش يا اولاد معلش، العارضه ما هرتاش النهارده. تاني الكره بتتلعب من بره التسعه، تمريرات بالعرض، هات وخد من الخط الخلفي، نحرص قوي على رقم 2 لسه الكوره يعتمدوا عليها في التصويبات. تاني هات وخد من الخط الخلفي، كابتن ياسر صلاح ليه حق يقول فين السلبي؟ مفيش، ما بيديش السلبي ليهم اهو، واقفه بالكوره ومستنديه ومفيش اهو، واتقطعت الكوره. يلا يا اولاد يلا يا اولاد، بتعطل الهجمه مفيش دقيقتين وفاست بريك وعلى لوحدها هي. الله 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 عليكي، الله عليكي يا اسراء، والله عليكي. مين اللي لعبت الكره دي؟ نصره. الله عليك والله يا اولاد، ادي الكره اهو، الفاست بريك والهدف ال 20. ان شاء الله نقدر يا جماعه، والله ان شاء الله نقدر. يلا نقطع الهجمه دي، نحرص نشد شويه في الدفاع. يلا يا اولاد امنع الكره، اقطعي منها ما تستنيش، وسجل وسجل الهدف 22. كان لازم نقطع من بره شويه، لازم نقطع. بص الكره اهي كانت لازم تتقطع، معلش. يرجع تاني فارق هدفين، وادى فاول عكس علينا، ادى فاول عكس علينا، والمدير الفني هو بيقول لهم خلاص اهدوا، بيقول لهم اهدوا، عارف قوة الأهلي وعارف هو بيلعب مين، عارف هو بيلعب مين. لسه الهجمة، ليرتاج على مهلهم خالص، المدير الفني طلب ان هم يهدوا. تانا بتحاول تعدي وتعمل مروحة لكن بتحاول عكسي. مين اللي جاري؟ مين اللي جاري؟ مين الباست بريك؟ يلا يا اسراء يلا يا اسراء يلا يا اسراء، هدف هدف ال 21. لازم نجري لازم نجري يا اولاد، يلا يلا يا اسراء، ادي الهدف اهو 21. يلا يا اولاد يلا يا اولاد، ان شاء الله باذن الله العبوا انتوا بقى على مهلكوا، وان شاء الله احنا نقطع الكوره ونجيب الهدف 22. يلا يا اولاد، ولا كان الحكم شايفهم، استهلاك للوقت عادي، لكن احنا ادي هدف
الهدف 23 بس وبط ما اتحسبش. كرة اتلعبت ما فيش سنطرة. تاني الكورة للأهلي دعاء حلمي تكمل دعاء تاخد فاول دعاء فاول ورمية حرة خدها على طول نصرة طلع لدعاء بص الكورة قافلين عليها وبيزقوها يعني أنا خفت بسرعة ليه يحسب عكس علينا في تاني الكورة لسه دعاء حلمي دعاء ارتقاء عالي خلاص ساعة على الدايرة في المقطوعة الدفاع ارتاش على مهلها تلم كورتها وانفراد والعارضه الحمد لله بره الحمد لله بره. تاني الهجمه على طول اسراء اسراء بتكمل ساعات على الدايره مين استلم الاول استلم الاول وعد استلم الاول وعد تاخد فاول لعب عنيف جدا على نصره بص بص الكوره ازاي يعني انا مش عارف لها حل يا جماعه ده فيها دقيقتين فيها عقوبه. تاني الهجمه اهلاويه في تايم اوت يطلبوا كابتن ياسر ترى هيقول لهم ايه فرق هدفين ان شاء الله يقدر نجيبهم هو 21 23 ان شاء الله نقدر نجيبهم باذن الله. هيتكلم بقى على ايه يا اما هيلعب على انه يقابلهم من بره في الدفاع ويكمل حد من الخط الخلفي من عندنا يا اما يعتمد على الجناحين في الجري مع اسراء. نشوف بقى كابتن ياسر بيقول لهم ايه دلوقتي ان شاء الله نقدر يا اولاد هدفين مش كتير ان شاء الله نقدر بشيء من التركيز شويه. وادي المدير الفني على طول اهو بيجي له تعليمات من مراقب المباراه الافريقي اكيد في حاجه. هجمه اهلاويه اسراء يلا يا اولاد على مهلها على طول شيماء ليه اسراء تاني لدعاء حلمي تاني الاسراء استلم نصرة طلع لدعاء حلمي هتعملها تعجيز كويس على وعدير كملي يا اسراء كملي فاول ده فيها دقيقتين يا راجل ده داخله في وشها. تاني الهجمه لنصرة لدعاء حلمي التصويبه تيجي في الدفاع تلمها حارس المرمى ما بتقول لها اهدي خالص كلها دي خالص. على مهلها طبعا هتستهلك بقى زمن الهجمه وهتطول فيها زي ما هي عايزه. فرق هدفين تحت حمايه الحكم طبعا مش هيدي سلبي اهو. اخيرا فكر والله كتر خيرك. تاني لسه تحاول تشوط وتصوب لكن خارج الملعب رميه مرمى. يلا يا اولاد لعبة الكرة سريعة عدي هتكمل وتصويبة هدف. يلا يا اولاد الهدف اهو جه الهدف 22 جه والله نقدر نقطع عليهم من بره بقى نقدر نقطع الكرة دي لو قطعنا الكرة دي ان شاء الله خير نطلع من بره. والله كابتن ياسر ازاي ما يكون سامعني نقابلهم من بره ما يكملوش نقابل من بره وتايم اوت المدير الفني طبعا طلبه. كابتن ياسر بقى يهدي اللعيبه بتاعته هديهم على قد ما تقدر. كابتن ياسر الهدوء مطلوب التركيز مطلوب اذا كنا هنقابلهم من بره يبقى مفيش حد يجري من بره الدفاع محدش يسيب مساحات بينا ما يبقاش في فرق واسع بين المساحات عشان محدش يعدي. ان شاء الله يكون الكلام ده اتقال في الملعب وان شاء الله نقدر نقطع الهجمه دي ونسجل هدف التعادل باذن الله الهدف التعادل الجاي. يلا يا اولاد يلا يا اولاد نقابلهم الحكم يعني الوقت المستقطع اللي معرفش خلص ولا لا لسه في الملعب رغم التحذير من مراقب المباراه. لا لسه فعلا اهو لسه هو ليه حق طبعا والكابتن ياسر اتكلم مع لعيبته وطلع على اساس ان هو هيسيب لهم دي نص دقيقه ولا حاجه يتكلموا مع بعض. انتهى الوقت المستقطع هننزل ملعب المباراه ونشوف نقابل من بره مع الحرص برضو بان ما بقاش في مساحات خارف في الدفاع عشان ما حدش يجري ويستلم من ورا. بتطالب 3 متر بتطالب ب 3 متر اوعى التصويبه عدت تاني هات وخد شرط اللعب السلبي لسه مرفوعه
تحاول تعدي تاني والحمد لله. اهدوا بقى اهدوا اهدوا. والمستد دعاء اتقطعت الكوره. حسب ايه الراجل؟ حسب ايه الراجل؟ مش عارف حسب ايه، مش عارف. كانت اسراء داخله ايه، حسب فاول ولا ايه؟ مش عارف. حسب فاول وقت انتهى، حسب فاول والوقت انتهى. ما نقدرش نقول غير يا رب. الكرة دي ما فيهاش، فيها توفيق جامد قوي من عند ربنا. ان شاء الله نقول يا رب. يلا يا نصرة ان شاء الله تكون متعلمة متدربة عليها. بيطلعوا بره كتير قوي عليها، معرفش ليه. المفروض يرجعوا 3 متر والحكم بيهديها. ما تشغليش بالك يا نصرة انت بيهم، ما تشغليش بالك بيهم. بيحاولوا يطلعوا نصر عن تركيزها، بيحاولوا يطلعوا نصر عن تركيزها. يا رب يا رب. ما نقدرش نقول غير يا رب. اهدى يا نصر خالص، اهدى يا نصر وركزي، مالكيش دعوة بيهم. يلا ولا حاجه، معلش. هارد لك، هارد لك للاهلي. وهتتعاد الكره ولا ايه؟ هتتعاد الكره ولا ايه؟ يعني انا شايف المفروض ان هي هتتعاد الكره، لان هم اتحركوا فعلا قبل الكره ما تتلعب. لا 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 لا، المفروض يا جماعة. ما كانش من مكانها كده، قفلوا زاوية التصويب عليها خالص كده، مقفولة زاوية التصويب. في ايه؟ مش عارفين. لسه الكورة هتتلعب. يحاولوا يشغلوا نصرة كده ويخرجوها عن تفكيرها، عن تركيزها. وينتهي اللقاء مشاهدينا الكرام بفوز ارتاج الكونغولي 23-22. هارد لك للنادي الاهلي وجمهوره وادارته ولاعيبته. والله مباراه ولا احلى ولا اعلى من كده ولا اجمل من كده. معلش يا اولاد، كنتوا في الملعب كويس قوي، اديته اداء عالي احسن من امبارح. هارد لك للاهلي مره ثانيه. شكرا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، سعدت بكم، دمتم في رعايه الله وامنه. الان فاصل ونعود في الاستوديو التحليلي في قياده الكابتن هيثم السعيد وضيوف الكرام، فالى اللقاء.